أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا ذكر في مجلس ما يتعلق بسب الله أو الرسول ولم ينكر هذا الحاضر بلسانه وأنكر بقلبه، فهل يكون حكمه وحكمهم في الكفر؟ لو أنكر بقلبه قام من المجلس، جلوسه في المجلس وهو غير مقيد ولا مأسور هذا دليل على أنه ما أبغضهم بقلبه، لو أنكر قام من المجلس وتركه. نعم.